الخليج العربي، وأيضا عدم التزام الجانب القطري بالتعهدات اللي قطعها على نفسه، خاصة في اجتماع أمني كان عقد في السعودية في نوفمبر الماضي. يعني وإن كان هذا الموضوع يعني لم يحدد الدوافع الحقيقية، بالتأكيد كان في شرارة هي التي دفعت الدول إلى اتخاذ هذا القرار، اللي بالتأكيد كان قرار صعب بالنسبة لها، حتى وإن كان يقال أنه قرار متأخر، لكن صعب بنظر إلى الجغرافيا التي تربط والمصالح المشتركة التي تربط من دول الخليج والمصاهرة وغيرها، يعني والعلاقات الأسرية المشتركة وما إلى ذلك. الأسباب، الممارسات القطرية على وجه التحديد، في ثلاث أسباب قلتها لحضرتك في بداية الحلقة. أول حاجة وقوف الإدارة القطرية بجانب الحوثيين في اليمن، واليمن بالنسبة للسعودية تعتبر منطقة الباكيارد، منطقة الحديقة الخلفية للمملكة العربية السعودية، لا ينبغي أن يدخل فيها أحد يلعب ألعاب غير محسوبة جيدا وغير ولا تمر عبر الرياض. والتنسيق الذي قامت به المملكة السعودية لإدارة الحياة فيما بعد ثورة اليمن في سنة 2011، تنسيق كان ينبغي أن يترك ليجني ثماره، ولكن إدخال فكرة الدعم الخارجي القطري أو غير القطري إلى الحوثيين بيلخبط الحسابات. أيضا دور المنسوب إلى قطر فيما يتعلق بدعم جبهة النصرة الإسلامية المتشددة ذات الطابع، الجميع يتفق على إسقاط نظام بشار الأسد، ولكنهم يختلفوا في من يقدموا إليه الدعم. فالسعودية تميل إلى تركيز الدعم على الجيش السوري الحر، بينما قطر تميل إلى توزيع دعمها ما بين عناصر الجيش السوري الحر وجبهة النصر. وقد يكون هناك ما يثبت أنهم أيضا داعش، بس ما أعرفش داعش، يعني ما أعتقدش أن قطر بتمول داعش. ثانيا الخطورة التي قدمها لنا النهاردة أحد المتحدثين، أظن السيد مناع من الكويت، أن العراق في في الجامعة العربية القادمة، في القمة العربية القادمة، مقدمة على طرح مشروع يعني يهاجم به التصرفات السعودية داخل الأرض العراقية. فشوفي قد إيه البيئة العربية تحمل خمائر لانفجارات في العلاقات الثنائية والمنظومة العربية الجماعية. احنا كنا ظننا دايما من زمان ان التنظيم الدون الإقليمي، ما يسمى بالسب ريجنال اورجانيزيشن، او تنظيمات دول التعاون الخليجي او دول المغرب العربي، او ما احنا سمينا في مرحله من المراحل مجلس التعاون العربي، هذه التنظيمات دون الاقليميه يمكن ان تعوض الخلل الناجم في عمل الجامعه العربيه ككل، ولكن يبدو ان الخلل انتقل ايضا الى داخل منظومه التعاون الخليجي، واصبح هناك مشكلات ليس فقط من جانب قطر versus السعودية والإمارات والبحرين، وإنما قد تكون هناك خمائر أخرى لخلافات حدودية أو خلافات حوالين قضايا اقتصادية وقضايا تجارية وقضايا في التعامل مع الطرف الإيراني وقضايا في التعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية. والغريب أن الجميع عندهم اتفاق على فكرة أن تكون الحماية الرئيسية واردة عن طريق قوات أجنبية موجودة في قواعد عسكرية. يعني الجميع متفق على أن الطرف الغربي الأمريكي كان أو الإنجليزي أو الفرنساوي، ما أظنش فرنساوي، يعني الإنجليزي أو الأمريكي قائم لحماية الممالك وحماية النظم القائمة والأوضاع القائمة. فالجميع متفق على هذا. إلى أي مدى بقى الدور الأمريكي بيلعب لعبته الخفية؟ ده كان سؤال بتسأله لي السيدة الفاضلة نيفين معدة هذا البرنامج قبل البرنامج. فقلت لها يعني أنا وحضرتك كمقدمة برنامج هنطرحه، ولكن لا، ليس لدينا إجابة واضحة. هل الأمريكان وراء هذا الرفت أو الانشقاق في داخل منظومة التعاون الخليجي؟ هل هناك صفقات نفطية أو غازية؟ طيب لما أو يحصل أزمة من هذا القبيل سعد سفير، هل ممكن نقول أن الولايات المتحدة لو هتعمل رد فعل معلن هي بعض الشيء في مأزق، بمعنى أن هي حريصة على علاقتها مع قطر بصفتها حليف استراتيجي، والطرف الآخر أيضا هناك استثمارات مشتركة بينها وبين الدول الأخرى التي قامت بسحب السفراء من قطر، يعني التعامل الأمريكي ومناورات عسكرية مشتركة وقواعد وتدريبات عسكرية وتمويل وغيره. هناك
وجود لمصالح أمريكية في الست دول في كل دول أعضاء مجلس التعاون الخليجي بلا استثناء للأمريكان وللإنجليز. ولكن النهاردة هل هي من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية أن تثير هذه الخلافات ما بين أطراف خليجية فيما بينها وبين بعض؟ هل شافت إنها الغاز القطري والغاز الروسي اللي هم مصدران رئيسيان لتوريد الغاز للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، هل يقعان الآن في موقع يحتاج إلى مراجعة لشروط الصفقات وشروط التعاقدات؟ هل بيضغطوا على قطر بهذه الحركة؟ طيب لو رجعنا لمواقف دول مجلس التعاون الخليجي، حضرتك بتفسر بإيه إن في تفاوت في إبراز القلق؟ يعني بمعنى إن حصل تصعيد دبلوماسي من السعودية والإمارات والبحرين، الكويت تتبنى الوساطة ويقال إنها ممكن تكون البوابة اللي تعود من خلالها قطر، وصمت عماني ربما كان ده في إطار الاستراتيجية التي تنتهجها عمان دوما. لا أفتكر إن هي بتكون حريصة على علاقة طيبة مع أفتكر إن عمان أيضا تقوم بأدوار للوساطة والمساعي الحميدة يعني وتهدئة الأجواء، لأن الدبلوماسية العمانية معروفة بأنها لها وقع قبل كده مع مصر ما حصلش قطيعة على خلفية اتفاق السلام ومع إيران أيضا بعد الثورة الإسلامية. ميزة عمان أنها من الدبلوماسيتها تؤمن بأن حل العقدة بقطعها يعتبر عجز، وهي دائما تفكك العقد ولا تحاول قطعها. الاستسهال بالقطع ده سهل، ولكن هي تحاول أن تفكك المركب وتحاول أن تضع الأمور في نصابها. ثم هي عندها نظرة مستقبلية، يعني العمانيين عندهم من دون بقية المثقفين العرب نظرة إلى المستقبل بوضوح، واستراتيجيتهم بعيدة المدى. ثم إنهم عندهم فكرة التوازن هو الأساس في مش المواجهة ولا التصادم. يعني المهم حضرتك بتقولي إنه لماذا انفردت عمان والكويت دون باقي دول الخليج؟ فيما لأنه البحرين زي ما قلت حضرتك يقال أنها عانت من عملية محددة الملامح في تاريخ معين في ظرف معين قتل فيها عدد من رجال الأمن، ويبدو أن هناك اتهامات. حضرتك بتشير للحدث الإرهابي الأخير اللي كان واقع اللي في البحرين من أسابيع كده، والبعض ربط بينه وبين ما هو ده السبب. صاحب السفر ده السبب ده السبب الأمني الذي تقريه من وراء نص البيان الثلاثي. نفهم من كده أنه ممكن يكون في، حتى وإن كان لم يتم الإعلان عن ذلك، في دلائل لدى الدول اللي قامت بهذه الخطوة عن ضلوع الجانب القطري في أعمال في مضادة لأمنها المحلي وأمنها الوطني أو للحدود المشتركة. يمكن أن يكون هناك سبب خاص بالبحرين وسبب خاص بالسعودية وسبب خاص بالإمارات، ولكن محاولة قطر أنها تحيل الموضوع إلى أن الأسباب ليست متصلة بمسائل أمنية مباشرة في العلاقات الخليجية، وإنما بقضايا سياسية خارج منطقة الخليج. يعني بتلمح بتقول أنتوا بتستخدموا العلاقة السيئة بيني وبين مصر دلوقتي في بتوظفوها وبتعملوا من أجل صالح مصر. هو صحيح ده تفسير قد يكون صحيح، إن هم السعوديين والإماراتيين يهمهم جدا أن تبقى مصر قوية وتبقى مصر بعيدة عن الأضرار الأمنية المتوالية، ولكن يبدو أنه يعني أنا لا أتصور أنهم يكونوا كون قطر كانت المنبر اللي خرجت منه تصريحات القرضاوي اللي انتقدت مصر وانتقدت الإمارات تدخل سافر في الشؤون الداخلية لدول شقيقة. هل يعني هذه الممارسات أيضا، فكرة دعم أو استضافة إعلام معادي، هي أيضا من نقاط التحفظ الجادة جدا؟ أنت في مقدمتك المتميزة قلتي ويتزامن مع قرار مع بيان الدول الثلاثة بسحب سفرائها من الدوحة، إعلان السعودية منفردة النهاردة بتجريم عدد من الخطوات والسلوكيات السياسية
داخل المجتمع السعودي الإرهابية. مش بس إدراك جماعات، هو تجريم عدد من 11 بالزبط. نقطة في البيان الجديد بتاع امبارح بيقولوا فيها كل من يخرج عن البيعة المقدمة للحاكم، كل من يفتي افتاءات دينية لا تتفق مع المذهب، كل من ينضم إلى منظمة من المنظمات الإرهابية الوارد ذكرها فيما بعد، وحددوا الأربع أو الخمس منظمات. إنما باقي العناصر مسائل سياسية، مفهوم، مسائل إعلامية، مسائل طيب دينية. أنا عايزة أتوقف مع سيادتك قراءة لرد الفعل القطري حتى الآن. هي قالت أنها لن ترد بالمثل، وأكدت أن الدوافع في اتخاذ هذا القرار بسحب السفراء ليست مصالح الشعب الخليجي، وإنما هي قضايا أخرى خارج مجلس التعاون الخليجي. لم يحدث اعتذار رسمي، لم يحدث تطمينات على أرض الواقع إلى الدول الثلاث. هل رد الفعل هذا يعتبر مرضي بالنسبة لما وصلت إليه الأمور، وأن العلاقات الدبلوماسية بين الدول تعتبر مهددة؟ وأعرف محرك حتى مرتبة صاحب السفراء، يعني ماذا بعد لو حصل تصعيد من الدول؟ ما هو السيد عايد المناع قال لحضرتك، قال لك الطيران مرشح للإيقاف طيران حركة الطيران ما بين الدول، والطرق البرية مرشحة للإيقاف. ده أحد الإشارتين اللي وردت على لسان المتحدث السيد رئيس جمعية الصحفيين الكويت، مش كده؟ صحيح. ولكن ده من دولة الكويت بيتصور أن ما قد يتخذه السعوديون والإماراتيون والبحرين أو ما يحاولون اتخاذه داخل مجلس التعاون الخليجي قد من عقوبات ضد قطر إذا استمرت في سياستها اللي هم شايفينها مخالفة لمبادئ وقواعد العمل في المنظمة، قد يصل بهم إلى اتخاذ مثل هذه المواقف التي تصل إلى منع الطيران أو البتاع. قد تكون هناك إجراءات أخرى، قد تكون قطع العلاقات الدبلوماسية، قد تكون أي شيء آخر، قد تكون يعني أنا أسفي كله إن إحنا بنبحث دايما في السيناريوهات الأسوأ، وأرجو إن إحنا نكون بوزيتيف، نكون إيجابيين، ونطرح أمنية لدى الدولة القطر، لدى الشعب القطري وإخواننا في قطر، العقلاء منهم والمثقفين منهم والقادرين على فهم الظروف المختلفة. نأمل منكم أيها الأشقاء في قطر أن تعملوا وقفة مراجعة مع النفس تنتهوا فيها إلى أن هناك أشياء تجاوزتم فيها الخطوط الحمراء بين أشقائكم السعوديين والإماراتيين والبحرانيين، وبين أشقائكم في مناطق أخرى من العالم العربي كمصر مثلا، وأنكم بسبيل مراجعة شيء من الإجراءات التي يمكن التقارب فيها مع شعوب هذه الدول. عذرا لمقاطعتك اخيرا وسريعا جدا في جمله، بعد هذه مناشده لا تحمل اي قيمه لانها مناشده فرد واحد محب لقطر واهل قطر ويعرف قيمه الدور القطري. لو أبدت قطر جدية في تطمينات حقيقية للدول المتضررة، وتجدر الإشارة بأنها ليست فقط الدول الثلاث بمجلس التعاون الخليجي في ممارسات ضد مصر وربما ضد دول أخرى، هل هذه التطمينات أو التوقف عن هذه الممارسات ينسحب على الدول الأخرى المتضررة، أم سوف يكون قاصرا على الدول التي سحبت سفرائها من قطر؟ لا سريعا وفي جملة بعد إذنك. سأسفل. أظن قطر عندما تقدم على هذه المراجعة الشاملة لسياستها لن تكون بنفس قطر الحالية، وبالتالي سيكون هناك يمكن وجوه جديدة في الإدارة القطرية تستطيع يقدموها القطريون بأنفسهم لتبادر بنفسها. نعم، والدور كلها تجني الثمار، لأن في النهاية سواء سلبيات أو إيجابية بتنعكس على المنطقة وساعتها العربية. وساعتها نحيي هذا التغيير الإيجابي والتدريجي من جانب قطر، ما نحاولش بقى نشمت ونقول لكم ما احنا قلنا لكم ما انتوا كنتوا سيئين، يعني نحاول دائما الحصول على ما نرغب فيه بالتأكيد. ولكن دون عمل يعني نشكر حضرتك جزيلا. الطرق التقليديه في الشائعه بيننا في العلاقات العربيه، النكايه والشماته والضغط والضرب تحت الحزام وفوق الحزام وغيره. هي لقاء مثمر مع سيادتك، نشكرك جزيلا على تشرفنا في هذه الحلقه من شؤون عربيه. سعاده السفير هاني خلاف مساعد وزير الخارجيه للشؤون العربيه سابقا ومندوب مصر الاسبق في جامعه الدول العربيه، شرفت يا سفير وشكرا جزيلا على تواجدك معنا. شكرا لك مشاهدينا الكرام، ولقاء يتجدد الأسبوع القادم في نفس الموعد. إلى اللقاء.